البعضات يتمنوا ان هم يرجعوا، كتير بيكلموني وكتير بنقابلهم ونفسهم يرجعوا، تمام. وهم مرتبطين بالمكان، مرتبطين بالكنيسة، وفي موظفين لهم أعمالهم، وفي ناس حتى مش موظفين لكن لهم بيوت يمتلكوها ولهم الأعمال الخاصة بتاعتهم. تمام. حتى الأطفال يحبوا شمال سيناء جدا، المكان اللي اتربوا فيه ومدارسهم وحياتهم ومرتبطين وكنايسهم. بيها، مرتبطين بالمدارس وزمايلهم ومرتبطين بالكنيسة، يعني فهو نفسهم يرجعوا. بس طبعا يتمنوا بقى إن يكون في مثلا إعلان من حد مسؤول إن إيه، إن الأمور اتحسنت، إن مفيش خوف عليهم لو رجعوا. طبعا فإن شاء الله كله هيرجع تاني إن شاء الله. متوقع ان ده يحصل الفترة اللي جاية أكيد طبعا، بس إمتى؟ ما نقدرش نقول إمتى يعني. طبعا اكيد. طب وقت عملية النزوح اللي تمت وقت اشتعال الأزمة، هل كان في وعود من المسؤولين طبعا يعني لن يفتك انك تطمن الأسر انه لا دي ظروف استثنائية وان هم هيرجعوا مرة تانية؟ هو ما حدش قال لي، لكن كل أجهزة الدولة والوزارات، يعني وزارة التضامن، وزارة التعليم العالي، وزير يعني التعليم العالي، وزير التعليم تربية التعليم يعني، وزير الصحة، كلهم اهتموا بالشعب اللي هو راح الإسماعيلية. دي كانت البداية، ووفروا لهم كل الإمكانيات المتاحة، يعني ناحية مثلا الأولاد اللي هم في مدارس دخلوهم في مدارس أقرب مدارس قريبة من الأماكن اللي هم مقيمين فيها، تمام. والجامعة دخلوهم في جامعات، في جامعات خاصة، وفروا لهم أماكن في الشروق، بحيث إن هم مثلا مشوا في أواخر فبراير كان في سنة دراسية، فعشان ما يضيعش عليهم السنة الدراسية يكملوا، وهم يعني أساسا في الجامعات بتاعتهم، بس إيه اتقيدوا مؤقتا في الأماكن الجديدة علشان يكملوا الدراسة، عشان يمتحنوا، عشان ما يخسروش السنة أو تضيع دراسية. عليهم فترة يعني. من ناحية مثلا وزارة الصحة اهتمت بكل الناس في بعلاجهم وتحاليل وعمل عمليات جراحية، يعني من كل النواحي صراحة. الموظفين ألحقوهم بأماكن في نفس المصالح بتاعتهم، العمال ألحقوهم مع ناس من هم رجال الأعمال يشتغلوا عندهم، والشغل الخاص أوي بقى، يعني مثلا واحد يعني بتاع سباكة، واحد بتاع سيراميك، جابوا لهم الأدوات بتاعة الشغل بتاعتهم عشان يشتغلوا، واللي مثلا كان سواق تاكسي ولا حاجة عندهم تصريح مؤقت إن هم يشتغلوا سواقين تاكسيات في الإسماعيلية، وهكذا في كل المحافظات اللي راحوا فيها. الكنيسة اهتمت بيهم كتير، صفية الخدمات راعتهم، لجنة الأزمات حل الأزمات يعني في الكاتدرائية مهتمة بيهم، والدولة كمان مهتمة بيهم. طبعا شفنا موقف الدولة، طبعا كان موقف مشرف جدا ان هي كانت بتوفر لهم، بتقدم لهم تسهيلات كتيرة. في حالة العودة بقى مرة تانية يا سيدنا للعريش مرة تانية، أخبار ممتلكاتهم هم إيه؟ أشغالهم هل منتظراهم؟ هل مدارسهم؟ يعني فكرتوا في دوت إزاي بعد سنة لما هيرجعوا؟ الدولة طبعا رتبت لهم أماكن، مش معناها إن هم اتنقلوا خالص، تمام. لأن هم شغلهم موجود ولكن ملحقين أو منتدبين في الأماكن الجديدة. يعني اللي كان في وظيفة حكومية
استنى الوظيفة بتاعته، بس هو بقى زي منتدب في أماكن تانية في المحافظات التانية. تمام. فيبقى كل حاجة ماشية عادي بكل الامتيازات بتاعت شمال سيناء على أساس إنها منطقة نائية وكده. تمام. هو الخدمة هي بتدي تعزير وتدي تثبت الإيمان يعني. وتدي فرح. والخدمة المفرحة هي اللي مش الأمور كلها سهلة متوفرة بالنسبة لها. طبعا. يعني دي أي حد يخدم فيها. ولكن لما تكون الظروف صعبة بتبقى هي دي الخدمة الحقيقية. صحيح. طب نيافتك قلت لنا انه تقريبا 120 أسرة ما زالت يعني موجودة داخل العريش، يعني حالها وأوضاعها إزاي؟ الكنيسة بتحاول تطمنها، بتدي لها رسائل تطمين طبعا مع الأوضاع الغير مستقرة اللي هما بيعيشوها. اللي بيطمنهم إن أنا باستمرار بروح، ولما أروح أمر على كل الأماكن اللي فيها صلاة، والناس بتتجمع، ولما يشوف الآباء موجودين والأسرة موجودة فدي بتديهم يعني اطمئنان وسلام واستمرار. طبعا. هي دي الحاجة اللي تطمن. وحاجة اللي تطمن كمان ان ايه، يعني كل المناسبات حتى لو مثلا على يوم عيد القيامة مثلا استمرار النظام ثابت، يعني كأن ايه مفيش حاجة حصلت يعني. طبعا. يعني كل المسؤولين، المحافظ، مدير أمن، كل السلطات مثلا بتاعه العاملين في المحافظه، في مجلس مدينه، الشباب، المراه، كلهم بيجوا وعيدوا علينا، والازهر والاوقاف بيجوا يحتفلوا معانا ويعيدوا على الاباء وعلى الشعب الموجود. وعيد القيامه اللي فات مثلا جالنا قائد الجيش الثاني، والحقيقه بيطمنونا وقالوا اي حاجه تعوزوها يعني دون رقم كده نبقى نتصل ونقول لهم اي حاجه بلا استثناء. تمام. الاسر اللي ما زالت موجوده داخل العريش طبعا اكيد ليها تامين يعني امني خاص. اقول لحضرتك حاجه، كان عندنا مثلا واحده بتشتغل في التربيه والتعليم وحضرت كان ليلة راس السنة، وفي مسافة بين المطرانية وبين بيتها، بيتها قريب من كنيسة مارجربس، يعني مثلا حوالي مثلا ايه 5 كيلو. فالشافوها بتوع الأمن ماشية بالليل، كان بعد قداس العيد صباحا. تمام. ف عيد الميلاد يعني. فقالوا انت رايحه فين؟ قالت لهم انا مروحه. مروحه بيتك فين؟ قالت لهم بيتها فين؟ قالوا لا استنى، في واحد من الظباط يعني قال لا احنا هنوصلك لحد هناك. خدوها في عربيه مدرعه ووصلوها لحد بيتها. وجات يوم العيد الصبح كان موجود بقى مدير الامن، فقالت له انا بشكر الضابط الفلاني ان هو يسالني وكده ووفر لي عربيه وبحراسه وصلوني لحد البيت. حتى مدير الامن قال ده نديله مكافاه يعني الضابط ده. تمام. طبعا. ف يعني الامن مهتم، مدير الأمن يلاحظ الحاجات دي ويشجع عليها علشان بقية الضباط والمسؤولين عن الأمن يحسوا إن دي حاجة مهمة وتبسط المسؤولين الكبار ويكافئوا على تصرف زي كده. يعني ملهاش تاريخ محدد، لكن في الفترة الأخيرة اللي هي قبل ما يمشوا على طول
مش مجرد تهديدات وخلاص، لا ده في ناس اتقتل. يعني كان مثلا تقريبا يوم اتقتل حد، وممكن اتنين، واحد وابنه. فلا هو يعني حاسس انها حاجه ممنهجه، فحاسس ان هو لا مفيش يعني اطمئنان ان احنا نستمر. تمام. فده اللي خلاهم ينزحوا يعني. ينزحوا. البعض شايف او وصف ده يقول ان ده اضطهاد للاقباط، يعني راي اليافتك ايه وترد ازاي؟ مش موضوع اضطهاد، هو طبعا الارهابيين يعرفوا ان مثلا ايه، لو مثلا حاجه اصابت حد من الاقباط بتديهم صدى قوي، تحسسهم ان هم عملوا حاجه كبيره. فعشان كده يبقى في ناس مستهدفة. والحقيقة احنا ما نعرفش مين اللي كان بيبقى مستهدف، لكن كان مثلا الأب ساعات يستدعي حد ويقول له انت في انت مستهدف، فايه يعني حاول انك تاخد بالك. تمام. يعني كان بتحصل دي، يعني الأمن كان بينبه بعض الأسر. بعض الناس هم بقى بالطرق بتاع الأمنية بيتوصلوا لأخبار إن مثلا في منشور معين مكتوب فيه أسماء حد، إن مكالمات تليفونية مثلا أو حاجات زي كده بتبقى في مقصود بيها حد معين، فدولت كان الأمن بينبههم يقولوا خلي بالكم أنتم مستهدفين. تمام. كانت وقت الأزمة الداخلية كانت طلعت بيان كده، أصدرت بيان بتنفي فيه إن هي طلبت الأسر المسيحية إن هي تنزح لمحافظات أخرى أو إن هي تترك منازلها. هل بالفعل الداخلية ما اتدخلتش من باب حمايتهم؟ لا، هو الحقيقة إن لما لقوا إن إيه عملية استهداف أقباط، زي ما قلت لحضرتك ان في خلال 3 اسابيع مات عدد قد اللي استشهدوا فيه 3 سنين، فده اللي خلاهم قلقوا وفضلوا ان هم يبتعدوا شويه. من نفسهم بدون تدخل الداخليه؟ لا، ما حدش قال لهم يمشوا، ولا حتى الكنيسه كان ليها يد في ده؟ هم سالونا الحقيقه، فاحنا انا ما اقدرش اقول لواحد لا استنى بعدين يحصل حاجه، طبعا مش بايدي، صح، يعني ضميري يتعب. تمام. لو حد قلت له استنى وحصل حاجه لاسرته او له، فدي انا يعني صعب ان انا اتحمل المسؤوليه ديت. فانا الحقيقه قلت لهم يعني كل واحد حسب ما يختار الان وكده يتصرف زي ما هو عايز. طبعا يعني كان في اتهام للامن، واحنا عايزين رد طبعا نيافتك انه وقتها لا، ده كان في تخاذل من الامن بان هي ما قدرتش تحمي الاسر، وانه ازاي تسيب الاهالي يعني تتهجر من بيوتها ومن حياتها وتنزل لمحافظات تانية. يعني ترد نيافتك بايه؟ اكيد كنت في الموقف وشايف الامن والدنيا يعني على ارض الواقع. بص حضرتك، هو اغلب الناس اللي استشهدوا في مثلا من اخر يناير لحد اواخر لحد الاسبوع قبل الاخير يعني كده في فبراير، دولت كانوا مقيمين في أماكن على الطريق الدائري. الطريق الدائري ده يعني بره البلد. ففي كذا حي كده في الأطراف بتاعة الحبش. طبعا عمليا مش ممكن هيبقى في أمن على كل بيت. طبعا. ولا على كل واحد. طبعا. يبقى محدش عارف ايه اللي هيحصل. في امن طبعا وكل حاجه، لان لكن يعني مش منطقي ابدا
يبقى كل واحد معاه حراسة يعني، وحتى لو معاه حراسة واحد ده ممكن يتهاجم بأكتر بأعداد، مش هتعمل حاجة. فطبعا من ناحية الأمن في أمن، بس طبعا في تركيز على مثلا الكنائس، على الأماكن المباني العامة بتاعت الدولة، لكن من الصعب ان يبقى ايه في كل شارع وكل بيت وكل واحد يعني، مش منطقي. هذا بيحصل في امريكا اصعب من كده، وحصل في كندا، وحصل في المانيا، وحصل في فرنسا، وحصل في بلجيكا، وحصل في كل حته يعني. تركيا حصل فيها، والسعوديه حصل فيها. فطبعا يعني مش منطقي ابدا ان كل واحد يبقى عايز له حد حراسه معايا، بقى هو نصيبه كده. لكن وقت الازمه تحديدا ما كانش في حديث ما بينك مع قداسه البابا، سواء كان بلقاء معاه او بالتليفون؟ لا، هو في وقت الازمه دي كانت احداث سريعه قوي، وبعدين احنا التليفونات عندنا في شمال سيناء يعني ساعات بتتقطع خالص، الاتصالات الانترنت كل حاجة، علشان طبعا في إرهابيين بيستخدموا طبعا التليفونات يعني والانترنت وكده، والعمليات العسكرية بتقتضي إن هو يقطعوا الاتصالات. لكن بعد الاطمئنان عليهم وتسكينهم وموقف الدولة المشرف معاهم، اتقابلت مع قداسة البابا؟ طبعا البابا يعني متابع كل حاجة، طبعا. لأن على طول مثلا بعديها أول ما راحوا الإسماعيلية خلاص البابا ابتدى أسر الخدمات وبعته ويطمن على الناس ويديهم بعض المعونات كده يعني. طبعا. فيعني ولجنة الأزمات يعني إحنا يعني رحت معاهم في البدايات كده، وكل الأماكن اللي هم متواجدين فيها في الإسماعيلية، مش كلهم في مكان واحد، مرينا عليهم. وكذا واحد من الآباء الأساقفة يعني، نيافة الأنبا موسى، نيافة الأنبا رفائيل، نيافة الأنبا بيمن يعني كمسؤول عن لجنة حل الأزمات في الكاتدرائية الإسرائيلية، وأنا كنت متواجد معاهم ومرينا على كل الناس في كل مكان. قداسة البابا ما التقاش بالأسر ديت نفسها؟ بعد كده، بعد الأزمة، بعد ما ديت عدد كبير. تمام. عدد كبير 254 أسرة؟ لا، أكتر كمان. أكتر كمان. طب نيافتك بلقائك معاهم بقى بعد تسكنهم في إسماعيلية والدنيا بقت كويسة معاهم، يعني إيه أكتر حاجة كانت دايما شاغلة بالهم؟ أنت كنت بتتكلموا مع بعض، كانوا بيقولوا لك إيه؟ إيه اللي كان دايما بيدور في مخيلتهم؟ هو طبعا في الأول كانوا تعبانين، لأن كانت كل أسرة قاعدة في الأوضة، فدي كانت مرحلة، بس ما كانش في تجهيز لحاجة زي كده طبعا. ففي الفترة دي كانوا تعبانين طبعا، عشان لكن المحافظة والكنيسة وفرت كل سبل المعيشة، والدولة وفرت العلاج، ابتدوا بقى التربية والتعليم تعمل، ووزارة التعليم العالي القوى العاملة، وزارة اللي هي بتاعت الدكتورة، التضامن الاجتماعي، التضامن الاجتماعي يعني، على طول من تاني يوم ابتدوا يرتبوا يعني. لكن عشان يوفروا شقق مثلا للعدد الكبير ده يعني أكتر من 300 أسرة يعني، أخدت وقت. فكان في حل سريع للأزمة، وبعدين في حل بقى اللي هو يعني بطيء، بحيث إن كل أسرة تبقى مستريحة. فده كان الحل السريع، إن هم يبقى لهم أماكن يعني، مش قاعدين في مخيمات مثلا طبعا، يعني في مباني صحيح، لكن ايه كل أسرة في أوضة، ما فيش أماكن لكل دولت، حاجة مفاجأة.
لكن بعد كده استقروا في شقة جديدة مفروشة وكل إمكانيات والأجهزة وكل أسرة في شقة. فتقريبا كده وتوزعوا بقى على الأعمال بتاعتهم ومدارس وكل واحد يعني استريح استقروا لحد ما. مين اللي وفر الشقة يا سيدنا؟ الدولة ولا الكنيسة؟ نعم الشقة آه. مين اللي وفرها؟ بص حضرتك الكنيسة ابتدت في الدفعة الأولانية كده، لكن العدد الكبير الدولة عملت بيه. الكنيسة مثلا في الإسماعيلية، في بورسعيد، في اسكندرية، في كل المحافظات، واتصلوا بيا الحقيقة. أنا بقى ما كنتش عارف بقى مين فين راح فين وحاجات زي كده. طبعا طبعا. ف يعني كتر خيرهم كل الأماكن، كل اللي ممكن يوفروا اتصلوا بيا الآباء الأصحفة وقالوا احنا اي حد يكلمنا او يبعت لنا معاه جواب او احنا نوفر في عندنا اماكن اسقفيه الخدمات. لكن بعد كده الاغلبيه بقى كانت هي الدوله الحين. انا يعني اولا بنشكر الدوله على اهتمامها بالمصريين. طبعا نقول المصريين ان هم نزحوا من شمال سيناء يعني لتوفير مكان آمن وسكن وعلاج وعمل وولادهم يبقوا في المدارس والجامعات. ده مجهود كبير قوي قامت بيه الدولة، وده مش غريب لأن احنا عندنا مثلا ناس من زي سوريا مثلا الدولة تعملهم كمواطنين مصريين، ما فيش فرق بينهم وبين المصريين. فمن باب أولى طبعا دولة عملت ولادها على الأقل نفس المقدار يعني أماكن مباني واهتمام من كل النواحي. طيب. فطبعا نشكر الدولة وعلى رأسها طبعا سيادة الرئيس، وطبعا الوزارات دي كلها اتحركت بأوامر توجيهاته. ونقول للشعب انها هانت فاتت كتير طبعا. العملية الشاملة دي طبعا عملوا مجهود كبير جدا، كل أسلحة الجيش بتشتغل من أجل تأمين حدودنا كدولة يعني، ومن أجل القضاء على الإرهاب اللي بيهدد الشعب. وإن شاء الله يعني هي في فعلا تنمية ابتدت يعني من ناحية مباني وتعمير، وفي خطط طبعا يبقى في رفح الجديدة وفي بير عبد الجديدة وأنشطة استثمارية وحاجات للتنمية. الدولة مهتمة وفي أرصدة كبيرة جدا عشان تعمير شمال سيناء، ومش هما بس اللي هيرجعوا، ده هيبقى ناس تتمنى انها تروح شمال سيناء ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا طبعا واثقين من المكان اللي هو دخلت منه العائله المقدسه لارض مصر، وبركه ارض مصر كلها لا ربنا مش هيسيبه ابدا، لان العائله المقدسه يعني بركه ارض مصر من قبل العائله المقدسه النبوات في العهد القديم تقول مبارك شعبي مصر. ربنا لما بيقول حاجة يقولها مرة واحدة تبقى دائمة لحد قيام الساعة، إن ربنا لا نهائي. فكلمة ربنا بتبقى شاملة الزمن كله طبعا لحد ما ينتهي الزمن.